الحمد للمولى شهر الهدى حل رمضان وتجلى أهلا به أهلا الحمد للمولى شهر الهدى حل رمضان وتجلى أهلا به أهلا بالبشر يأتينا بالخير يروينا بالبشر يأتينا بالخير مساء الخير، صحة فطوركم وأهلا وسهلا بالمشاهدين أينما كنتم في هذه الليلة الخامسة من ليالي رمضان ببيروت. صحة فطوركم، إن شاء الله تكونوا قاعدين قدام شاشتكم. إذا كنتم على مائدة الإفطار في منطقة المغرب العربي نقول لكم سربتكم طيبة وصحة فطوركم، أما إذا كنتم في منطقة الخليج والمشرق تكونوا ارتحتوا بعد الإفطار ومنتظرين تشوفوا برامج على التلفزيون وأكيد على الـLBC راح تكون أحلى سهرة معي أنا وساشا. مرحبا وسهلا، مساء الخير رمضان كريم. الحمد لله الله أكرم ينعاد عليكي. سافا وعليك يا رب وعلى كل اللي عم بتابعونا. رمضان كريم، ليالي رمضان دائما بتجمعنا نحن وياكم مع نجوم من لبنان وحتى من الدول العربية. أكيد ما تنسوش بأنه تعودتوا اليوم الخامس على المسابقات، مسابقة تفوزوا بها بجائزة إذا اتصلتم ومسابقة أخرى تربحوا نجمكم من خلال الاستفتاء على صفحتنا على الفيسبوك. اليوم سؤالنا يتعلق بنجوم الغناء الكبار، خلونا نشوف السؤال. من هو النجم الغنائي العربي الذي حافظ على شهرته مع مرور السنوات؟ من هو النجم العربي الغنائي الذي حافظ على شهرته رغم مرور السنوات؟ راغب علامة، عمرو دياب، ولي توفيق، أم محمد فؤاد؟ فوالا، هيدا هو الاستفتاء لليوم. صوتوا لنجمكم المفضل وأكيد خلال هذه الحلقة رح نتعرفوا ونشوفوا ونكتشفوا السباق ونسبه وفي الأخير نشوف مين الفائز. أنا كنت عم تابع اليوم شوي البيج على الفيسبوك بس هم من بعد الظهر، يعني لاحظت كان راغب عليه ما اخذ اعلى شيء أكيد بس ما بنعرف هلا شو صارت النتيجه. هلا بنشوف مين الفانز هون لعبه الفانز بيج تايم. وكمان مثل ما ذكرت بلال يوميا مسابقات عديده وجوائز قيمه، ولتربح المسابقه
اليوم وتجاوبوا صح، لأنه سؤال رح نطرحه على ضيوفنا بأول محور بلقائنا، والجائزة مثل ما عم نشوفها هي عقد من اللولو والألماس والذهب تقدمت مجوهرات ناجي خوري. فلو تجاوبوا صح على السؤال تابعونا بأول محور لليوم من ليالي رمضان. إذا ما عليكم إلا أن تجيبوا على السؤال اللي راح يكون في بداية هذه الحلقة، ورقم التليفون بيظهر أمامكم على الأكيد 0961 71 500 537، 0961 71 500 137 و537. اتصلوا بنا على الهواء مباشرة وإن شاء الله راح ندرجوا أسماءكم بالقرعة. بس أذكر المشاهدين بأنه إحنا نسحب الأسماء ليومين، ثاني يوم هو اللي بنعلن فيه عن الفائز، يعني كل الأسماء اللي امبارح اتصلوا بينا وعملنا عليها السحب اليوم راح تدرج بقرعة الأسماء تبع اليوم كمان، دونك يومين بقرعة ويتم السحب في اليوم الثاني على الجائزة، وشفتوا بأنه جائزة قيمة ومميزة. نجومنا اليوم مميزين كل واحد بمجاله بين عالم التمثيل وعالم الغناء وحتى عالم الأزياء. خلونا نبتدي نرحب بضيفينا اليوم، رح تنضم لنا بصوتها الشجي وأغانيها الشعبية والطربية المحببة، وهو ينضم لنا بتاريخه سواء بأعماله الدرامية العربية أو التاريخية. نرحب مع بعض بالنجمين لورا خليل والأستاذ فادي إبراهيم. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا لورا. رمضان كريم عليك، كل عام وانت بخير. شو اخبارك فادي؟ مشتاقين لك، تفضل فادي. اهلا وسهلا فيك، شو اخبارك؟ تمام، اهلا وسهلا فيك، نورتنا. اهلا وسهلا فيكم. يا اهلا وسهلا فيكم، ورمضان كريم ينعاد عليكم بالخير والصحه ان شاء الله. الناس والجمهور اللي عم يتابعونا واللي مش عم يتابعونا، الله يسلمك. اهلا وسهلا، شو الاخبار؟ عسى الخير. يعني تنسمع ما كثير صوت، بدي اسمع احسن. يلا تون. رمضان كريم لكم ولكل اللي عم بيشوفونا، وان شاء الله يا رب هيك نشوف شويه سلام بهالشهر الكريم يا رب. ان شاء الله يا رب. لورا بهذا الشهر بتكوني نشيطه فنيا ولا بتكوني بس قاعده مرتاحه؟ ايه في عندنا حفلات بهذا الشهر؟ عندي اعراس، وعندي وست بكاع ب 19، وعندي عيد مارياس اونتلياس، وعندي شويه اعراس الحمد لله، وعندي شويه تصوير. لا بيكون كثير بيزي هالشهر. حلو كثير، بحبه اكيد. فادي عاده هالشهر كيف الانشغالات بتكون؟ كيف بتمضي هالوقت؟ الحقيقه انه يعني تمضيه الوقت غير بالشغل. تحضر حالك ولا؟ للاسف ما كتير عندي وقت لأحضر تلفزيون، فقليل كتير لأفتح وأقعد أحضر. يعني بيكون أكترية شغلي إما بالتصوير أو بالوركشوب، عندي مشغل بتسلى فيه، بعمل ماسكات وبنحت وبرسم وشوية كتابة وهالأمور هيك. هالمواهب هيك. اليوم رح ناخذ رأيك أكيد في السباق الدرامي لهيدا الشهر، وأكيد رح نحكي عن المسلسل اللي أنت بتتواجد فيه بهذا الموسم اللي هو مسلسل الاتهام. خلونا نشوف مع بعض لقطات منه ونرجع. كيفك خيي؟ اشتقت لك. وينك؟ أنا عند خالد ناطرة البنات ليوصلوا. إن شاء الله بيوصلوا بالسلامة. حتى لو منك راضي على زواج من أشرف مرة تانية، كمان رافض إنك تجي تشاركني الفرحة. طيب على القليلة قلي مبروك. أختي أنت بتعرفي إنه أنا ما بتمنى لك إلا كل الخير والسعادة والراحة. عشان هيك ماني مبسوط إنه ترجعي ترتبطي بجوزك مرة ثانية. خيي خلص ما بقى تحلل، قلي مبروك وبس. مبروك اختي، مبروك. بحبك خيي. وانا بحبك. اذا سالني عنك قليله مات. باي اختي. باي. هذه
هذه لقطات من المسلسل الاتهام الذي يعرض على مجموعة من القنوات العربية، فأكيد ما فيكم تفوتوه، وفيه مجموعة من النجوم بالإضافة إلى الأستاذ فادي في حسن الرداد، وأكيد ميريام فارس ومجموعة من النجوم مثل تألا شمعون وغيرهم من النجوم والنجمات. كيف رد الفعل لليوم؟ لحد هلا الهيئة أنه لا بأس. أنا دوري بمسلسل اتهام كضيف يعني لا يتجاوز يمكن عدد المشاهد اللي اشتغلتها 60، لكن شخصية غريبة شوي ولأول مرة بلعب هالنوع من الشخصيات. حلو كتير. لورا من 2010 يعني مثل كأنه فينا نقول هالسنة كانت سنة خير ونجاح عليك، يعني تعاون وعدة يعني كذا ديو إن كان مع لديك أو حتى مع وسام الأمير، كتير أكيد هيك يمكن كانت ناجحة الأغاني. برأيك الاختيار كان صح مع الناس الصح؟ إيه الحمد لله. أنا بدي أتشكر الله لهيك وفقني رجع بملحنين وحتى يعني اللي تعاملت معهم كلهم من 2010، ياسر جلال و أفطركم، أما إذا كنتم في منطقة الخليج والمشرق تكونوا ارتحتوا بعد الإفطار ومنتظرين تشوفوا برامج على التلفزيون، وأكيد على الالبي سي راح تكون أحلى سهرة معي أنا وساشا. مرحبا وسهلا، رمضان كريم. الحمد لله الله أكرمين. عاد عليك سافا. وعليك يا رب وعلى كل اللي عم بتابعونا. رمضان كريم، ليالي رمضان دايما بتجمعنا نحن وياكم مع نجوم من لبنان وحتى من الدول العربية. أكيد ما تنسوش بأنه تعودتوا اليوم الخامس على المسابقات، مسابقة تفوزوا بها بجائزة إذا اتصلتم، ومسابقة أخرى تربحوا نجمكم من خلال الاستفتاء على صفحتنا على الفيسبوك. اليوم سؤالنا يتعلق بنجوم الغناء الكبار، خلونا نشوف السؤال. من هو النجم الغنائي العربي الذي حافظ على شهرته مع مرور السنوات؟ من هو النجم العربي الغنائي الذي حافظ على شهرته رغم مرور السنوات؟ راغب علامة، عمرو دياب، ولي توفيق، أم محمد فؤاد؟ فوالا، هيدا هو الاستفتاء لليوم. صوتوا لنجمكم المفضل، واكيد خلال هذه الحلقه راح نتعرفوا ونشوفوا ونكتشفوا السباق ونسبه، وفي الاخير نشوف مين الفائز. انا كنت عم تابع اليوم شوي البيج على الفيسبوك بس هم من بعد الظهر، يعني لاحظت كان راغب عليه ماخذ اعلى شيء بالتصويت. اكيد اكيد، بس ما بنعرف هلا شو صارت النتيجه. هلا بنشوف مين الفانز و هون لعبه الفانز بيج تايم. وكمان مثل ما ذكرت بلال، يوميا مسابقات عديده وجوائز قيمه، ولا تربحوا المسابقه اليوم وتجاوبوا صح لانه سؤال رح نطرحه على ضيوفنا باول محور بلقائنا، والجائزه مثل ما عم نشوفها هي عقد من اللؤلؤ والالماس والذهب تقدمت مجوهرات ناجي خوري. فلو تجاوبوا صح على السؤال تابعونا بأول محور لليوم من ليالي رمضان. إذا ما عليكم إلا أن تجيبوا على السؤال اللي راح يكون في بداية هذه الحلقة، ورقم التليفون بيظهر أمامكم على الأكيد 0961 71 500 537، 0961 71 500 537 و537. اتصلوا بنا على الهواء مباشرة وإن شاء الله رح ندرجوا أسماءكم بالقرعة. بس أذكر المشاهدين بأنه إحنا نسحب الأسماء ليومين، ثاني يوم هو اللي بنعلن فيه عن الفائز، يعني كل الأسماء اللي امبارح اتصلوا بنا وعملنا عليها السحب اليوم رح تدرج بقرعة الأسماء تبع اليوم كمان، دونك يومين بقرعة ويتم السحب في اليوم الثاني على الجائزة، وشفتوا بأنه جائزة قيمة ومميزة. نجومنا اليوم مميزين كل واحد بمجاله بين عالم التمثيل وعالم الغناء وحتى عالم الأزياء. خلونا نبتدي نرحب بضيفينا اليوم، رح تنضم لنا بصوتها الشجي وأغانيها الشعبية والطربية المحببة، وهو ينضم لنا بتاريخه سواء بأعماله الدرامية العربية أو التاريخية. نرحب مع بعض بالنجمين لورا خليل والأستاذ فادي إبراهيم. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا لورا. رمضان كريم. اهلا عليك، كل عام وانتي بخير. شو اخبارك فادي؟ مشتاقين لك، تفضل. فادي اهلا وسهلا فيك. شو اخبارك؟ تمام. اهلا وسهلا فيك، نورتنا. اهلا وسهلا فيكم. يا اهلا وسهلا فيكم. ورمضان كريم ينعاد عليكم بالخير والصحة ان شاء الله. الناس ولكن الجمهور اللي عم يتابعونا واللي مش عم يتابعونا. الله يسلمك. اهلا وسهلا. شو الاخبار؟ مساء الخير. يعني تنسمع ما كثير صوت بدي اسمع احسن. يلا تون. رمضان كريم لكم ولكل اللي عم بيشوفونا، وان شاء الله يا رب هيك نشوف شويه سلام بهالشهر الكريم يا رب. ان شاء الله يا رب. لورا بهذا الشهر بتكوني نشيطه فنيا ولا بتكوني بس قاعده مرتاحه؟ ايه في عندنا حفلات بهذا الشهر؟ عندي
عندي اعراس وعندي وست بكاع ب 19 وعندي عيد مارياس اونفيليس وعندي شويه اعراس الحمد لله وعندي شويه تصوير لا بيكون كثير بيزي هالشهر حلو كثير بحبه اكيد فادي عاده هالشهر كيف الانشغالات بتكون كيف بتمضي هالوقت الحقيقة أنه يعني تمضية الوقت غير بالشغل تحضر حالك ولا لا للأسف ما كتير عندي وقت لأحضر تلفزيون فقليل كتير لأفتح وأقعد أحضر يعني بيكون أكترية شغلي إما بالتصوير أو بالوركشوب عندي مشغل بتسلى فيه بعمل ماسكات وبنحت وبرسم وشوية كتابة وهالأمور هيك هالمواهب هيك اليوم رح ناخد رأيك أكيد في السباق الدرامي لهيدا الشهر وأكيد رح نحكي عن المسلسل اللي أنت بتتواجد فيه بهذا الموسم اللي هو مسلسل الاتهام خلونا نشوف مع بعض لقطات منه ونرجع كيفك خيي؟ اشتقت لك وينك؟ أنا عند خالد ناطرة البنات ليوصلوا إن شاء الله بيوصلوا بالسلامة حتى لو منك راضي على زواج من أشرف مرة تانية كمان رافض إنك تجي تشاركني الفرحة طيب على القليلة قلي مبروك أختي أنت بتعرفي إنه أنا ما بتمنى لك إلا كل الخير والسعادة والراحة عشان هيك ماني مبسوط منه ترجع ترتبطي بجوزك مرة تانية خيي خلص ما بقى تحلل قلي مبروك وبس مبروك اختي مبروك بحبك خيي وانا بحبك اذا سالني عنك قليل ومات باي اختي باي لقطات من المسلسل الاتهام الذي يعرض على مجموعة من القنوات العربية فأكيد ما فيكم تفوتوه وفيه مجموعة من النجوم بالإضافة إلى الأستاذ فادي في حسن الرداد وأكيد ميريام فارس ومجموعة من النجوم مثل تألا شمعون وغيرهم من النجوم والنجمات كيف رد الفعل لليوم؟ لحد هلأ الهيئة أنه لا بأس أنا دوري بمسلسل اتهام كضيف يعني لا يتجاوز يمكن عدد المشاهد اللي اشتغلتها 60 لكن شخصية غريبة شوي ولأول مرة بلعب هالنوع من الشخصيات حلو كتير لورا من 2010 يعني مثل كأنه فينا نقول هالسنة كانت سنة خير ونجاح عليك يعني تعاون وعدة يعني كذا ديو إن كان مع الديك أو حتى مع وسام الأمير كتير أكيد هيك يمكن كانت ناجحة الأغاني برأيك الاختيار كان صح مع الناس الصح الحمد لله أنا بدي أشكر الله لهيك وفقني رجع بملحنين وحتى يعني اللي تعاملت معهم كلهم من 2010 ياسر جلال ووسام الأمير كتر خير الله بدي وجه لهم تحية كتير كبيرة هيك الله وفقني فيهم وفقني باختيار الأغنيات يعني سابقا كنت نزلت كثير ألبومات وما كان عندي حظ ما كان في حظ بس الحمد لله من وينك يا مسافر لضمك لليك الديو لكمشت حطب أنا والفنان وسام الأمير لا لهلا الجديد اكيد هلا نحكي عنه نزل اليوم ديو انا هذا اللي كنا عم نحكي اليوم نزلت الاغنيه اكيد النجم يعني علي نجم كثير محبوب بدي وجه له تحيه ونجم كثير كبير اكيد بيقول لي لورا انا بحبك كثير وعلى طول كل سنه بدي اعمل انا وياك بقول له اكيد علي ان شاء الله يا رب الله يوفقنا بهالعمل طب شو نسمع شوي من الاغنيه؟ ايه يلا نسمع سمعونا شباب شوي Take
الأغنية بينك وبينه، في حوار بينك وبينه؟ على المايك لورا. مثل ما عم تسمع بدك لكيش خطيفة، بده يخطفني. وموضوع الكليب، حنصور الكليب إن شاء الله يا رب نهار الأربعاء اللي جاي مع المخرج إدوار بشعلانة وزياد خوري، إن شاء الله يا رب هيك كمان يلاقي النور حلو. فادي عادة لمين بتسمع من الفنانين هيك بس تكون بمزاج رايق؟ يعني الحقيقة أنا شوي كلاسيكي بالموضوع الأغاني والطرب وشوي أجنبي، يعني بسمع يعني ست أم كلثوم، بسمع عبد الوهاب، بسمع وديع، بسمع فيروز، بسمع بيب شوبان مثلا. بروح بمحلات كتير للكلاسيك، لأنه أصلا كان عمري 6 سنين لما دخلت الكونسرفاتوار، ودخلت الكونسرفاتوار الغربي، فدرست البيانو والكمان والسولفيج، فعشت الجو الموسيقي. يعني موجودة هاي اللغة اللي هي مبدئيا اللغة العالمية الوحيدة اللي بترفع الإنسان لحالات أسمى من اللي عم بيعيشها بالحياة العادية. حلو. الموسيقى شغلة مهمة جدا للروح وللنفس. صحيح. بس أنت بتحب عادة بتغني؟ مرات بالكراوكي شوي 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 ونسمع وغربي مش شرقي. على العموم سهرتنا ما زالت طويلة ومستمرة مع ضيوفنا، راح ينضموا لينا ضيوف آخرون وأصوات كتير كتير حلوة. سؤال المسابقة راح يتعلق بضيفتنا لورا خليل، من هو اللي رافقها بديو ليك ليك اللي بعدنا حكين عنها؟ فأكيد الإجابة راح تكون سهلة ونعطيكم باختيارات، ما عليكم إلا أن تتصلوا بنا على هذا الرقم ونستقبلكم على الهواء مباشرة. 0961715137، اتصلوا بنا جاوبوا وأكيد راح يدرج اسمكم في القرعة بآخر هذه الحلقة وتفوزوا بجائزة قيمة من مجوهرات ناجي خوري. خليكم معنا، رايحين على فاصل من بعده راجعين، ما تروحوش بعيد، تفضلوا. Как тот парень я всего много.
Sensiz olarak vardır yerleri Allah yaratmıştır. Allah yersiz olarak vardır yerleri Allah yaratmıştır. Yerleri yarattıktan sonra şimdi de yersiz olarak vardır. Yerleri yarattıktan sonra şimdi de yersiz olarak vardır. Ün eksisterar ün tanim plat. Ün skopa de platsen. En ein gut kopade platzen existiert die Hand in deinem Platz Han existiert an gut fahrende und dann im Platz Platz in Artinsko Belserna okente Dilskopare اسمع هذا الكلام افهمه يا انسان هذا اعتقادي بالخالق مولانا الله الرحمن ربي موجود بلا مكان خلق الاكوان ودبر الزمان لا يحتاج الى جلوس على عرش وسبحانه كان موجودا قبل كل شيء وخلق كل شيء وكان موجودا قبل كل شيء وهو الان على ما عليه كان الله موجود بلا مكان شكرا لفرقة هارموني وهذه هي رسالتهم التناغم والانسجام بين اللغات والأديان وهذه هي رسالتهم كفرقة شفتوا بأنه بيغنوا بكل اللغات ورسالتهم واحدة بأنه السلام يعم العالم والأديان كلها تتصالح مع بعضها وهذه رسالة كثير نبيلة حرصنا أن يكونوا معنا في هذا الشهر الفضيل مكملين ينضم لنا صوت من أجمل الأصوات اللي طلعت في الفترة الأخيرة من برنامج عرب آيدل في موسمه الثاني وائل سعيد أهلا وسهلا فيك مرسي بلال أهلا وسهلا فيك Thank you. رمضان كريم وينعاد عليك بالخير والصحة وعليك إن شاء الله وينعاد على كل العالم وعلى كل الأمة الإسلامية خاصة وكثير مبسوط اني معكم اليوم احنا اللي مبسوطين اكثر دائما معك كيف رمضان اجواءه معك رمضان يعني عندنا مثل ما بتعرف الشمال وكذا بيكون كثير اجواءه حلوه والحمد لله يعني بتحس بعد ما راقت شوي الاوضاع العالم حابين اكثر وعم يبرموا كثير على الفرح عرفت علي كيف لقوه بالفوتبول سافا مشي حال خلص الفوتبول لقوه بالفوتبول وعم يلاقوه كمان برمضان لأنه شهر رمضان كمان طبعا شهر تسامح وشهر بركة وشهر حب لنحكي أكيد وائل عن أغنيتك الخاصة فيك مفكرني زعلان يعني ضوشنا على تويتر على الفيسبوك كل الفانز على فكرة عنده وائل فانز ومحبين كتار دايما متابعون على السوشيال ميديا خبرني مع مين تعاونت بهالأغنية تحديدا الأغنية الرومانسية هيدي الأغنية تعملت فيها مع الأستاذ ياسر جلال كانت كلماته ألحانه ولأنه بالسابق أنا حكيت أني مضيت مع شركة إنتاج سعد جلوبال وهيك بدي اقول عن الفانز صدقيني انا يعني حياتي انا وياهم عايشه ايه بلاحظ يعني بتشاركهم كل شيء هم بيشاركوني كل شيء دائما باخذ بارائهم باي شيء بعملها بحس يمكن هم اكثر ناس بيكونوا صادقين معي حبيت ردود الفعل الناس حبت الاغنيه مفكرني زعلان كثير بعرف الناس حبتها خاصه على السوشيال ميديا كثير نالت اعجابهم والحمد لله انا بلشنا باول ستاب هيك تكون ناجحه ان شاء الله على العموم رح نسمع منك الكثير اليوم وقال لك خلينا نبلش مع لورا شو بتسمعينا هيك بدايه الحلقه يعني اليوم بدنا نسمع كل شيء كل شيء الشعبي الطربي كل شيء ايه يلا اوكي بسمعكم هلا هيك شويه شعبي يلا تفضلي يلا ليك ولك ليك
وعينه لبيك تحبني وتنسيني ما سمرت نيك ليك ولا كليا وعينه لبيك تحبني وتنسيني ما سمر بنيك ليك ولا كليا تعلقني ما فيا ليك ولا كليا تعلقني ما فيا لا تعبي من طابك ولا زي مزيقة ليك اوعد حوسه لا تنسي علوشة ليك اوعد حوسه لا تنسي علوشة امبارح بالرعوش رعينا اشتايا بي ليك لا يا دني شو اشتايا شو تلي ليك لا يا دني شو اشتايا وشو تلي بنات صغيرة تقلي بي صاحب بيك ليك ولك ليك وعينه لبيك تحبني وتنسيني ما زمر بنيها هلا هيك صرتي وعلوش كبرتي دغري الاصل انكارتي من الله ويلي سامحني ولا طفني اصلك بيشرفني سامحني ولا طفني اصلك بيشرف بحضنك لفلفني غفيني عايديك ليك ولا كليك وعينه لبيك انك تنسى اصلك ما زمر بنيا عارفه المزمور ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي يا لورا. طيب خلونا نشوف اول نتيجه للاستفتاء اللي كان على صفحتنا على الفيسبوك مع بعض واللي سؤالنا كان من هو النجم العربي الغنائي اللي حافظ على شهرته رغم مرور السنين. في المرتبة الأولى عمرو دياب ب 66.1%، المرتبة الثانية للسوبر ستار راغب علامة ب 27.5%، والمرتبة الثالثة لمحمد فؤاد 3.9%، ووليد توفيق ب 3.1%. الاستفتاء لا زال مستمر والتصويت مستمر على صفحتنا على الفيسبوك، فزوروا وصوتوا لنجمكم المفضل. واكيد بنضل بنقول انه الاستفتاء هذا ما بيحدد قيمه كل فنان او نجوميته، فقط هو قديش الفانز نشيطين. فوالا ناخذ اول اتصال، يلا ليتس جو جو ليتس جو. مساء الخير. الو مساء الخير. الو بونسوار. بونسوارين رمضان كريم، مين معنا؟ معك ريان من لبنان. يا هلا بريان، تحية لإلكم ولضيوفكم. ونحن منحييك. شو اللي عندك شوائب؟ مش مصوبين. إن شاء الله مش؟ مشاوبين مشاوبين. بتعرف يعني الطقس ببيروت اليوم كيف تعودنا. ريان عندك جواب على السؤال؟ الفنان علي الديك وفنان علي الديك أكيد رح ينزل اسمك بالقرعة ريان، وإن شاء الله كمان هيك يكون هالجائزة من نصيبك. اهلا وسهلا فيك ريان، رمضان كريم. شكرا لك يا ريان، واكيد ندعو كل المشاهدين للاتصال لا يشاركوا بهذه المسابقه. استاذ فادي، كل الفانز والمشاهدين لما عرفوا انه حتكون ضيفنا قالوا لنا لازم نسالك على مسلسل ولاد البلد. قالوا بانه كان من الادوار اللي كانت قريبه شويه للناس، وكيف قدرت بجرتك انك تادي هذا الدور، دور شاب مصاب بالايدز؟ الحقيقة أنه دوري بولاد البلد كان إنساني لدرجة كتير عالية، يعني قليل لتلاقي بالحقيقة أنه في هيك شخصيات.
لأنه إنسان تخلى عن كل شيء لحتى يجمع شخصين عرف أنه كان في مشكلة بيناتهم وحب يساعدهم فجمعهم. وطبعا أخذت مشوار الخبرية مشوار طويل. ما بعرف إذا في بالحياة هيك ناس، إن شاء الله يكون في هيك ناس، لأنه إذا كانت المحبة وحب العطاء موجودين عند الناس ما كنا نوصل للي وصلنا له هلأ. صحيح معك حق. كيف تحضرت للدور أكثر لتتقمص هالشخصية؟ لأنه عن جد صعبة، يعني كلنا تبعنا أكيد المسلسل، صرت أقول أنه هالقد بيبين التأثر عليك. يعني ما كتير بحب أحكي عن هذا الموضوع لأنه أنا ما كتير بأخذ وقت بالتحضير، يعني مرات بتكون الشغلة عندي فورية حتى في يعني في أعمال ما بقعد بحفظها بالوقت، أنا بوصل على الست وبتصير الشغلة تلقائيا بساعتها. ناخد اتصال تاني. محمد من لبنان. محمد مساء الخير، ينعاد عليك. بونسوار. بونسوارين، أهلا وسهلا. ينعاد عليك، رمضان كريم. وعليك بالخير والصحة إن شاء الله يا محمد. بدي وجه تحية لكل ضيوفك ونقول له رمضان كريم، ينعاد عليه وإن شاء الله السنة الجاية يكون لبنان بالزهر أكثر وأكثر إن شاء الله. من كل الأشياء اللي عم تصير فيه إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا ربي. تفضل يا محمد إذا عندك إجابة. جوابي هو عبد الدين. شكرا لك، واكيد راح ندرج اسمك بالقرعه في اخر هذه الحلقه. رمضان كريم. في عنا ايضا هدايا شركه ماست اللي بنوزعهم لكل اللي بيجونا، وهذه الشركه اللي بتقدم كل البرودكت اللي ما بيشتغلوا بطاقه كهربائيه عاديه بل طاقه كهربائيه مستمده من الطاقه الشمسيه. هذه هي الميزة لهذه المواد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظه إن شاء الله. فهي مبروك لكل المشاهدين اللي قاعدين معنا واللي استفادوا من هذه الأجهزة الإلكترونية اللي مثل ما ذكرت اللي بتستمد طاقتها الكهربائية من الأشعة الشمسية، يعني كل شيء طبيعي 100%. وأكيد في الحلقات اللي جاية رح نعرفكم على هدول البرودكتس لأنه فعلا مفيدين أو بيفيدوا كل المشاهدين وين ما كانوا. أكيد شو الآن؟ هلا بدنا نسمع من وائل قبل. هلا بعرف في شخص واقف بالباك ستيج، اصرينا نتعرف على الصوت الحلو ضروري. رح نتعرف مين على مين اكيد، ولكن قبل ما نسمع وائل شو هنسمع؟ فكرني زعلان، شو عم بيطلبوا الفانز؟ ما بعرف، ما شفنا على تويتر اليوم شو بدهم يسمعوا. شو يلا نقي يا وائل اختار. بلشي يلا تفضل. موال الأستاذ وديع الصافي. يسعد صباحك هالحلو يا لقنت للدنيا صباح. يسعد صباحك هالحلو يا لقنت للدنيا صباح. الجبال تكحلوا بالنور وتنفض جنان. بلبل حلو يا ما إلو صابر على جنون الرياح عرم بريش البللو قطر الندي ترغل وصاح يا بعرم بريش البللو قطر الندي ترغل
وصاح لبنان لبنان يا قطعة سما اسمك على شفافي صلاة صلاة الله 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 عليك الله عليك الله عليك أكيد رح نسمع الكثير من وائل لكن خلونا نرحب بآدم علي من فرقة هارموني اللي كانوا معنا اليوم تفضل مرحبا أهلا وسهلا فيك آدم رمضان كريم ينعاد عليكم الخير والصحة أكيد أنتوا كنتوا معنا من قبل رمضان لكن الناس اللي عم تكتشفكم لأول مرة هيك رجع عرفنا بالفرقة هيك على بسرعة أي نحن اسمنا فرقة الهارموني باند فرقة مكونة من شباب بدايتنا كانت بسنة 2005 وأول كونسرت عملناه كان بال 2006 وكل فترة بنعمل كونسرت نحن رسالتنا هي الإنشاد الهادف اللي هي الفن الهادف بالتطرق لكل المواضيع اللي بتخص خصوصا الشباب لأنه نحن شباب الرسائل الهادفة لإصلاح المجتمع إن كان من طريقة معاملة الأبوين إلى طريقة الحياة اليومية اللي بنمر فيها من يعني نبذ كل الأمور التي تشين إلى المجتمع اللي نحن عايشين فيه فهيدي رسالة لكل شاب بيسمعنا لنصحه ونتمنى نحن توصل الرسالة يعني قد ما فينا وعبر شاشتكم وعبر يعني كل هالناس الطيبين اللي عم يسمعونا ان شاء الله اكيد ادم مين بيكتب عاده الاغاني وبيلحنها لانتم تقدوها وتغنوها هلا نحن بطبيعتنا كفرقه نحن عددنا كبير منا قليل نحن يعني هلا في 9 كانوا معنا على المسرح نحن بعد في 2 نحن 11 وكمان الكتاب والملحنين كتار بس مينلي الشغل اللي بنشتغله هو من كلماتنا ومن الحاننا نحن اعضاء الفرقه نحن بنلحن ونحن بنكتب ونحن بنوزع ايوه حلو كتير والحلو انه هذه الرساله توصل بكل اللغات صحيح يعني هلا في 11 لغه اللي احنا مغنيين فيهم يعني ان شاء الله أهمها. غير لغات اهمها طيب ادم شو رايك هيك تسمعنا شيء لانه سمعناكم قبل شوي لكن حبينا هيك نسمع شيء لايف بدي اذا بدك بقول وحده من الالبوم الجديد او قسم منه البوم اسمه بيس بي أباناس نزل بشهر 1 في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الخلق يعني شكله وهي بالألبوم موجودة ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء في حلة حمراء أحسن من رسول الله كاملا في ذاتي مكملا في أوصافي ما قبله ولا بعده مثله في الأنام أبيض اللون مشربا بالحمرة وجناته مروية أسود الشعر عظيم اللحية شديد الهيبة معتدل العنق في صفاء الفضة النقية ووجهه كأنه البدر ليلة التمام صلوا عليه
رسول الله كلما طلعت شمس أو غربت ما جاد سحاح الغمام. الله عليك. الله 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 الله, الله. شكرا لك يا ادم. شكرا وبالتوفيق لفرقه هارموني. واهلا وسهلا فيكم في اي وقت. نحن بدنا نستغل هيدي بس المناسبه لعيد المسلمين في كل الدنيا بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. ميرسي يا ادم. شكرا. ناخذ اتصال من موريتانيا. حبيب مساء الخير, ينعاد عليك بالخير والصحه, تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا يا حبيب. مرحبا وسهلا, مبارك رمضان لنوريكم. الله يسلمك والله اكرم, اهلا وسهلا فيك. سلام على جميع الاستوديو. شكرا, وهم بيسلموا عليك كمان. تفضل اذا عندك اجابه يا حبيب. ومسلمة لك انت خاصه. شكرا. الله يسلمك. شوف في عندنا اجابه. الله يعاونك ان شاء الله, وكل عام وانتم بخير. يا رب ان شاء الله عليك بالخير والصحه وكل المسلمين وين ما كانوا. راح ندرج لك اسمك بالقرعه يا حبيب, وتحيتنا لكل اهلنا في موريتانيا. رايحين على فاصل, من بعده راجعين لنكمل مع ضيوفنا ونجومنا. ما تروحوش بعيد, راجعين تفضلوا. التصاميم الحلوة والمميزة هي للمصمم رشاد عيتاني. رشاد أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. ينعاد عليك أول شيء. رمضان كريم. الله أكرم. هيدي التصاميم اللي عم نشوفها أكيد من وحي هذا الشهر. طبعا أكيد صممناها خصوصي بهذا الشهر بمناسبة شهر رمضان الكريم, وحبينا نميزكم فيها كأول إطلاق. حلو كثير, فشايف كثير مناطق يمكن استوحيتها من كذا شيء. طبعاً. في الكيمونو, في زي الاساطير. صح صح, هي ميكس بين التراديشنال اللي بيلبسوه عاده كقفطان مغربي, وكمان شويه جابانيز ستايل. حبيت كثير. فيري نايس. شو استعملت ماتيريال؟ جاكار. جاكار حرير طبعا مطرزه بالبرودري ومشكوكة بالكريستال والشوارفسكي. دائما بتعتمد في شهر رمضان بتعمل كوليكسيون لهذا الشهر عبائات؟ نعم, جام صغير هيك يعني, مجموعة بتتألف من 8 قطع. تقريبا 8 قطع أو 10 قطع بس سبيشال إديشن. بس في طلب احيانا الناس بتطلب يكون في اشياء. انا بعرف بانه في منطقه الخليج العربي الناس بتحضر كوليكسيون كامله لهيدا الشيء. بس نحن وقتنا شوي يعني عم بيكون اهتماماتنا باشياء ثانيه, بتعرف عندنا الويدنج والايفنينج دريس, سو عم بتكون بس هيك نتميز فيها بس لوقت قصير بشهر رمضان. حلو كثير حلو. لورا حبيتي اللي شفناه على الميكرو.
حبيت كثير. ايه عاده بتلبسي انت عباءات واشياء تقليديه؟ طبعا اللي بتغني اللون البدوي لازم كمان تلبس اشياء. عملت كليب كامل بالعبايات. حلو كثير بحب هيك لهم وقت يعني. اكسلون. قبل ما نرجع نشوف العارضتين خبرنا شوي اعطينا هيك فكره عن الكوليكسيون الصيفيه شو محضر لنا فيها رشاد؟ الكوليكسيون الصيفيه هي تكمله اللي شفناه هذيك هذيك الحلقه يلي هي كانت الوان السمو والتركواز والجولد. طبعا هلا طورنا شوي من ناحيه القماش والدونتيل والاكسسوار. هنحضر لكوليكشن هلا تقريبا بعد بدها شي شهر ونص تقريبا بتكون جاهزه لخريف وشتاء 2015. حلو. طيب مكملين وراح نكتشف باقي تصاميم لضيفنا رشاد، لكن خلونا نحذر ضيوفنا مين وراء هذه الصوره. نشوف مع بعض. يلا قولوا لي. اي تتفادي لازم اول واحد يعرف. احنا مشوهينه طبعا شوي، نغشش شوي، نعطي هنت. هو ممثل مصري. بس مشوهينه كثير. طيب ما بعرف شو لورا. يلا خلونا نسهل الصورة شوي. لازم يكون في احتمالات. وهيك طلع أحمد عز. أحمد عز. برافو فايل. برافو. أحمد عز. فوالا. لكن نشوف نتيجة الاستفتاء إذا كانت موجودة لتصويتنا على صفحتنا على الفيسبوك. والسؤال اللي طرحناه اليوم، من هو النجم اللي حافظ على شهرته وتميزه عبر السنين؟ وكانت أربع أسماء لنجوم كبار كلكم بتحبوها، ولا يزال في المقدمة النجم عمرو دياب ب 64.1%، يليه راغب علامة، من بعده بيجي محمد فؤاد، ومن بعده الأستاذ وليد توفيق. فصوتوا لنجمكم المفضل على صفحتنا على الفيسبوك. يلا شو رح نسمع هلا؟ يلا عشان أم كلثوم. ست أم كلثوم أكيد. تفضلي. لكان جلسة طربية بامتياز. ونسمع شيء من وحي رمضان يعني. ونقول للشمس
تعالي تعالي يا شمسي تعالي بعد سنة وش قبل سنة يلا تعالي يا شمسي تعالي بعد سنة وش قبل سنة بليلة حب حلوة عليكم. بعرف مش سامعين حالكم بس برافو. فيري نايس. ما بعرف بس انا كنت سامعكم. هلا بنظبط بيصيروا الفنانين بيسمعوا صوتهم اكثر من الموسيقى اللي كنا عم نسمع الموسيقى اكثر. العارضتين جاهزتين، نشوف باقي التصاميم لضيفنا مسيو رشاد عيتاني، تفضلوا. رشاد على التصاميم هيدي؟ مثل ما شفنا اول واحد هو عباره عن ستان حرير مشغول مع الدونتيل جولد مطرز كله وعباره عن قطعتين فستان وكاب. اما هذا الذهبي هون هو عباره عن كاب ستيل عبايه وطبعا كمان مشغول بالاكسسوار على القبه والزنار طبعا وجاكر بالست قطع سبع قطع اللي عملتهم اعتمدت الوان مختلفة؟ طبعا اكيد شفنا الليلة كولكشن صغير وحبينا نشكل فيها الوان قدر الامكان. حلو كثير فيري نايس. وهيدي يمكن عندها اهداف هيدا الاكسسوار اللي فيها هو ميلونج بين عدة الوان يعني تركواز زهر فوشيا كثير الوان اجمالا يعني منا عم شوفهم عم يمشوا برياحه يعني مريح طبعاً. شكله مش كثير ثقيل صح خفيفه وبنفس الوقت فيها فوليوم واسع ومع تران بسيط من ورا كمان بتعطي شوي رؤيه من الستايل حلو اكسلون حلو كثير. طيب مكملين مع ضيوفنا ونرجع شوي للاستاذ فادي. خبرني شوي يمكن الصحوه الفنيه اللي عم نشوفها بالفتره هيدي هي الاعمال المشتركه. عم نشوفك انت بتشارك باعمال مصريه باعمال عربيه مشتركه، قديش هيدا الشيء مفيد وقديش يمكن في ناس عم تستفيد على حساب غيرها؟ اعمال مشتركه منا شغله جديده يعني نحن من تقريبا أواخر السبعينات أول الثمانينات عملنا أعمال مشتركة لكن للأسف كانت وسيلة التواصل مع الناس ما كان في الفضائيات اللي موجودة هلأ، كانت المحطات التلفزيونية متوقفة بس على المحطات المحلية أو على شطارة المنتج في تسويق العمل الدولي العربي. لكن أنا مشارك بمسلسلات مشتركة من تقريبا سنة 82 معظمها كان تاريخي. الأعمال المشتركة هلأ اللي عم نشوفها العصرية عم
مبدئياً عم بتطال بمحل معين حقيقة حياتنا كمجتمعات عربية، لأنه نحن أصلاً تخالطنا من زمان. يعني في كتير اللبنانيين عايشين برا، في كتير عرب من إخواننا من غير دول عايشين بلبنان أو بيمرقوا على لبنان، أو عم بيتناولوا قصص فيها هذه الاشتراك اللي موجود بالمجتمعات. فهذا شيء منيح، شيء نتعرف أكثر على بعضنا، للناس يلي ما بتعرف بتصير تعرف أكثر ونقرب أكثر لبعضنا. عم بتحب أيضا الميزانيات الكبيرة اللي عم تضخها بعض الشركات ومحطات التلفزيون على الأعمال الدرامية؟ عم بينحط في بعض الأعمال عم بينصرف عليها، صحيح في بعض الأعمال شوي عم بتكون يعني عم بيكون الصرف عليها شوي خجول لأسباب متعددة. لكن طبعا يعني هلأ صار المسلسل بكلف أكثر ما كان يكلفه هو ذاته من 10 سنين. في مسلسل هيك حبيته بالآخر سنتين ثلاثة تاريخي؟ يعني آخر عمل تاريخي شاركت فيه، تاريخي عربي قديم، يعني شاركت بأبواب الغيم، شاركت بالبحث عن صلاح الدين من كم سنة، والموت القادم إلى الشرق، ومقامات بديع الزمان. يعني في إلي مشاوير طويلة بالمسلسلات التاريخية اللي طبعا أنا بستمتع فيها، بستمتع بالفصحى اللي موجود فيها، لأنه التاريخي أصلاً ما بيلبق له إلا الفصحى. بستمتع بالقيم اللي كانت موجودة واللي فقدنا كتير منها بهالعصر هيدا. المسلسلات التاريخية المفروض أنه تخدنا إلى أجواء كان فيها فروسية، وكان فيها رجولة، وكان فيها مواقف، وكان فيها كانت الحياة تختلف، ما كان فيها اللهو اللي موجود هلأ، كانت جدية أكثر من هلأ. كيف تتعاطى مع الوسط الفني بما أنك أنت عايش شوية بحالة خاصة فيك، قاعد بالأتوليم تاعك بتدخل يعني برات الشغل مش كتير. يعني نحن نلتقي خلال التصوير وخلال التحضير للتصوير، وبس نخلص طبعا بعض الأشخاص بيكونوا مشغولين بأشياء تانية. أنا شخصيا يعني بعيد عن الأجواء. أوكي. بعيد لأنه قد يكون موضوع، يمكن هذا اللي بيعطيني يمكن أكثر كمان، لما تكون لقاءاتنا مقلة بتكون فيها حميمية أكثر، بيكون فيها فرح أكبر، لأنه يمكن إذا بتشوف الشخص دايماً بشكل يومي بالشغل وبرات الشغل بيبطل فيه يمكن هاللقاء اللي إله نكهته. حلو. أكيد أكيد. رشاد شو في عنا مشاريع جاية قريبة؟ مشاريع جاية مثل ما حكينا عم نحضر لكوليكشن جديدة إن شاء الله، بدنا نعمل ديفيلي بآخر أكتوبر إذا الله، ومن بعدها طبعاً عنا معارض برا مثل العادي بأوروبا بالخليج العربي بجدة الكويت دبي. حلو. خلينا نشوف آخر قطعتين لضيفنا قبل ما نختم معه، تفضل. خبرنا رشاد. هذا إيفنينج دريس مشغول كبير بالأساس الباس تبعه، ومطرز مشكوك على النول كله كريستال، يعني من فوق للزيف لتحت، والكوب تبعه سيران مثل ما شايف، وترين بسيط بالورق، باز وايت طبعا ابيض. الفستان الأخير هون شوي عملنا ميلونج بين الفستان بين عباية، يعني نص نص مخلوط، مجهول بالتيل طبعا والبايات، هذا كله الورد مجهول بالبايات عليه. حلو.
Very nice. Beautiful. لكن هذه هي آخر قطعة لليوم لضيفنا رشاد عيتاني. رشاد, thank you so much. ميرسي لك عن جد, بالتوفيق لكل أعمالك وتصاميمك المميزة. وائل, شو رأيك هيك نختم هالفقرة بصوتك؟ شو بتسمعنا؟ شيء ست وردة؟ أكيد أكيد أكيد. نهوان هيدي غنية أنا كثير بحبها لست وردة. هيدي هدية للجزائر لست وردة. الله يسلمك ويحفظك. هدي هدية لهدول. رفعوا راسك. المهرجان لازم 30 يوم كلكم تحتفلوا مع الجزائر. غصبا عنكم. 30 يوم كل شهر رمضان جزائر. هيدا طبعا اكيد كل يوم كل يوم هيدي كل يوم. ولا يصعب علينا علينا إلا الفراق يعنينا يعنينا يا حبيبي. الشوك يجرح ايدينا الله الله يجازي الايام الله يهون علينا ويجازي ويجازي الايام. اه لو يا حبيبي يا حبيبي عني وعن هوايا لو سألوك آه لو سألوك يا حبيبي يا حبيبي عني وعن هوايا لو سألوك آه بيعز عليا العشرة يا عليا وكلام الناس علينا وتجرحهم فيها بيعز عليا العشرة يا عليا وكلام الناس علينا وتجرحهم فيها وداري داري على الجراح زي ما بتداري يا حبيبي على الحب والأفراح ما كفاية يا غالي صبر الجرح ليالي كفاية لتشم تعزالي أبيا وباللي جرالي كفاية يسلم هيدا الصوت. مكملين معكم فقرتنا وملوعاتنا لبرنامج ليالي رمضان ببيروت والليلة الخامسة. رشاد شكرا جزيلا لوجودك معنا. اكيد ثانك يو سو ماتش. ومكملين مع ضيوفنا ونجومنا في الجزء الاخير لكن بعد لحظات من الاعلان. ما تروحوش بعيد, راجعين تفضلوا. احنا على الهواء شو عم تقلي؟ رجعنا لكم بالجزء الاخير من ليالي رمضان ببيروت بالليله الخامسه. اذا كنتم حابين تفوزوا بالجائزه لحقوا لانه فاضلنا تقريبا شي ربع الى 20 دقيقه تقريبا من هذه الليله وعندكم جائزه قيمه يمكنكم انه تفوزوا بها فقط اذا اتصلتوا. احنا راح نغششكم بالاجابه ما تخافوا. وهذا العقد من اللولو ذهب والماس من مجوهرات ناجي خوري
فيمكنكم أن تفوزوا بهذه الجائزة إذا فقط اتصلتوا. رح نجرب القرعة إن شاء الله في آخر هذه الحلقة، فخليكم معنا. احنا مش اليوم نجري قرعه تبع امبارح، ولا امبارح انا اجرينا امبارح اجرينا قرعه انت زبها ليسي امبارح اجرينا قرعه، يعني بكره امبارح اجرينا قرعه ربحنا جائزه، بكره راح نربح الجائزه الثانيه باذن الله. مكملين لورا، نحكي شوي عن السؤال الدائم ليك، امتى هالالبوم؟ وين الجديد مخبى؟ شو عم بيصير؟ تاخرت هيدي اغنيه لازم تعملي لها اغنيه خاصه. تسع أغاني ردي بس مكبلين مربوطين ناظرين. ما في شركة عم نزل وحدة ورا وحدة، يعني هلا ما بقى في ألبوم خلص. طب ننطر الألبوم؟ ننطر الألبوم. ما في شركة، ما حتى الشركة لا أصلا، حتى النجوم الكبار كلهم يعني هلا عم يعتمدوا تعرف عبر يعني صار في الإنترنت وال كل شيء عبر الإنترنت، الأغاني يعني حرام. طب أي لون صح لورا، أي لون اعتمدت بالتسع أغاني تقريبا؟ لا معتمدة كذا لون، يعني مغنية كلاسيك، مغنية كتير دبكة، مغنية كتير موال، مغنية طرب شعبي، منوعة. بس نوعت، يا ريت ينزل هالألبوم يا رب، هيك نتوفق بشركة وهيك إن شاء الله. طب شو وائل نفس الشيء، أنت أكيد بتوافق نفس المشكلة؟ لا هو يعني هو صار هلا عم بيقولوا انه زمن سنجل، عرفت علي كيف؟ يعني حتى الكلاس اي تلاقيهم اللي عم ينزلوا البومات قليل او بينزلوهم شوي شوي بيرجعوا بيحطوهم كلهم بالبوم بينزلوهم. انا ممكن افكر يعني ممكن نزل سنجل ويكون شوي سريعين، بترجع بتعمل البوم بتنزلهم كلياتهم يعني بنفس الوقت. بنفس الوقت نحن رح نعمل شركة البوم ننتج ونحن خلص كل واحد بينتج لحاله احسن له، خير احسن منا ما يتقيد. ايه؟ انا بعدني مصرة اسمع صوت استاذ فادي لو بالانجليزي، يعني اللي بترتاح بدنا نسمع صوته. بغني كاراوكي لانه كثير حلو، خبرونا صوته ماي واي. امتى سمعتي؟ يمكن كانوا عم يدرسوا قبل. لا انا يعني انا مش مغني بس انه انا مؤدي، ممكن انه بمجال الاداء. شو ناطرين اكيد رح سمعكم شغله هيك قديمه جدا للويس آرمسترونغ، بس طبعا جمله واحده. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. جملة جملة. عم بتكفيها لورا. عم بتكفيها لورا لحالة. يلا لورا شو بدنا نسمع؟ ضمك. ضمك اكيد، ليش لا؟ اغنية اللي نجحت كثير كثير. بس بدي صوت، بس اذا من عنده الصوت احسن. يا يا عيني يا عيني
لا يحرمني منك الله يخلي لي اياك، لا لا يبعدني عنك حبيبي انا بدي اياك، ورد تزين لي عمري شمعة تضوي لي دربي، وضمك ضمك 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 ع صدري وشمك، يلي روحك من روحي يلي دمي من دمك، ضمك أبدي أبدي غير عيونك ما بدي، أنا بدي ع صدرك نام وزدك يبقى لي مخدي، ابقى أنا وياك أنا وياك. ما زقفتكم؟ ونحيي كمان جورج خوري اللي عم يرافقنا بهالايام ايضا، ونبيل حطوط بنحييه. تفضلي ساشا. لورا، هلا اكيد كنا عم نحكي عن الكليب، بالاربعاء رح تصوريه؟ رح تصوريه هون؟ حصوره اكيد بلبنان بفريا، بفريا حيكون مع المخرج ادوار بشعلاني، واكيد في ازياء خاصه للكليب اكيد. دايما بتلبسني باترفلاي مي، وهلا هيك شفت حكيت انا ورشيد هيك حبيت الازياء تبعه، ممكن كثير كمان يكون في هيك مشاركه، واكيد هيك يعني ان شاء الله يا رب هيك الغنيه تلاقي النجاح وهالكليب يلاقي النور يا رب. ان شاء الله اكيد يا رب ان شاء الله. خلونا نشوف النتيجه النهائيه للاستفتاء اللي كان على صفحتنا على الفيسبوك، وسؤالنا كان من هو أفضل مطرب حافظ على شهرته رغم السنوات.
وراح عم نشوف لأنه يعني عمرو دياب هو اللي فاز بالاستفتاء ب 66.6% في المرتبة الثانية، راغب علامة ب 21.2%، المرتبة الثالثة لمحمد فؤاد ب 4.2%، والمرتبة الرابعة للأستاذ ولي توفيق ب 3%. دونك مبروك لا مسيو عمرو دياب. يعني مثل ما حكينا بالاول انه حافظ على النجوميه من اول ما بلش. نجوميته وهو نجم النجم كثير نجم 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 كثير مميز. استاذ فادي خبرني بس شوي عن لانه كل موسم عم نشوف نجوم جديد، عم نشوف شباب جديد، عم نشوف وجوه جديده من الوسط الفني او من غيره عم بتفوت لعالم التمثيل، كيف عم بتتم الاجواء؟ هدول الوجوه اللي عم يطلعوا جديد عم يطلعوا درجة عم يتعاملوا معكم كأساتذة كبار يتعلموا منكم ولا بيفوتوا براس كبير؟ لا الراس الكبير بعدين الراس الكبير بعد شهرين لا الحقيقة يعني عم بيكونوا أول شيء عندهم هالباشن، عندهم الشغف لأنهم يدخلوا المجال التمثيل، وعم بيكون في مجال لأنه هالسنتين ثلاثة الإنتاجات زادت شوي، فعم بيكون لهم فرص وعم بيستغلوا هودي الفرص ونحن عم نوقف حدهم، وإن شاء الله يطلع عنا نجوم جداد وشباب ويكونوا حتى في بداية مرحلة الشباب لأنه هيك بيكون مشوارهم أحلى. أكيد ناخد معنا اتصال رنا من السعودية. رنا مساء الخير، ينعاد عليك بالخير. ألو ألو مساء الخير. مساء الورد والنور، يا أهلا وسهلا. أهلين ينعاد عليك. وعليك بالخير والصحة. وعليك بدي مسيكم كلكم، بدي مسي لارا، بدي مسي الست لارا كمان، وبدي جاوب على السؤال. تفضلي. علي الديك. علي الديك شكرا لك، وأكيد راح يدرج اسمك في القرعة اللي راح نقوم بها غدا إن شاء الله. وائل يا وائل، ساشا عندها حدوسة لإلك. وائل بعد مفكرني زعلان، شو الخطوة هلأ رح تعملها؟ في حفلات رح تكون إذا الله راد بعد هالشهر الفضيل. هلأ بعد الشهر الفضيل أكيد رح يكون عنا لعيد الفطر حفلات، وممكن يكون عنا سفر، وكمان إن شاء الله في غنية جديدة مع فيديو كليب إن شاء الله كمان على العيد. وهالأغنية مع مين رح تتعمل فيها؟ عم بسمع كذا شغلة، وإن شاء الله إن شاء الله يعني عم نحضر شيء. غير شيء رومانسي، غير مفكرني زعلان، شو رح تقول؟ رح تكون شوي هيك ريتميك يعني مشان الصيفية وكذا. من هالأجواء. يلا كل بس معنا شيء مع بعض. إيه. قولوا لنا شيء هيك لأنه فضلنا دقيقة من الوقت من برنامجنا. إيه. دقيقة واحدة. في دقيقة وإذا تقدمون. بعد دقيقة؟ هات لها إيه. يعني مس كول. بلال عشان بدي اتشكر صالون ميشيل وكولات اليوم كثير اهتموا فيي، بدي اتشكر فادي كاركي ميك اب من عندهم، وفادي كرمان بنحييهم لك. بدي اتشكر باتر فلاي مي فولا صديقتي اللي على طول بتلبسني احلى شيء. ثانك يو. بتذكري اذا حدا بده يزعل منك. لا بشكركم. ميرسي يا لورا. اهلا وسهلا. لكن يلا الدقيقة من نصيبك لحالك يا وائل. بني فكرني زعلان. ايه ليش لا؟ قبل هيدا بس خلينا بس نشكر الأستاذ فادي لوجودك معنا. الله يخليك. أنا بشكركم لكم ورمضان كريم لكم وللموجودين كلهم لكل اللي عم بيحضرونا. شرفنا. إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله تكون هالسنة سنة محبة وسلام. إن شاء الله يا ربي للجميع. وائل دائما سعداء إنك تكون معنا، بالتوفيق والنجاح يا رب. وانا كمان فكرني زعلان فكرني زعلان، قلبي ما بيستغني عنك مع انك غلطان. انت حياتي
ذاتي وأحزاني، أنت الفرح اللي بكاني، أنت الدم اللي بشرياني، العم ينزف حنان حبيبي. شو يعني لو ضاع العمر فكرك أنا بزعل، شو يعني لو قلبي اندبح فكرك أنا بسأل، شو يعني لو تفنى الدنيا وعنا أنا أرحل، والله لو تخلق دنيا وارجع أنا انزل، غيرك أنا غيرك أنا والله ما ببل. شكرا لضيوفنا ونجومنا، شكرا لكل المشاهدين اللي كانوا معنا اليوم في هذه الليلة الخامسة من ليالي رمضان ببيروت. أنا والصبايا إن شاء الله نلقانا غدا إن شاء الله إذا الله راد إن شاء الله. كون مجموعين، تبقوا لي على حالكم، صحة سحوركم، تبقوا على خير.